شخص فيه له بصمة، وما في شخص بعد ما يروح ممكن يجي شخص بداله ونعطينا نفس هاي البصمة. حبوا حالكم، حبوا الناس اللي حواليكم، كونوا اجتماعيين بالوقت يلي بطل فيه للاجتماعية معنا، كونوا اجتماعيين وحبوا الناس بالوقت اللي صارت فيه الحياة سريعة وصار الشخص ما نعرف أخباره إلا عن طريق السوشيال ميديا. مرحبا شباب وصبايا، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير، وإنتوا عم تشوفوا هالفيديو بتمنى لكم أوقات بتجنن، بتشبهكم، بتشبه قلوبكم وبتشبه ضحكتكم الحلوة. أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد، وإن شاء الله كل أيامكم بتكونوا بسعادة وهنا وفرح ورضا وراحة بال. في هالفيديو بدنا نحكي عن بعض العناصر اللي ممكن تكون أساسية لنجاح علاقاتنا الاجتماعية. العلاقات الاجتماعية مهمة كتير، اللي بتساعدنا دايما نكون أفضل، اللي بتساعدنا دايما وبتدعمنا بوقت منكون بحاجة لدعم. علاقاتنا على صعيد أصدقائنا، على صعيد العمل، على صعيد السفر، زملائنا بالمدارس، بالجامعات، زملائنا بالمنطقة اللي منكون إحنا عايشين فيها، كل الأشخاص اللي إحنا منعرفهم مهمين كتير بالنسبة لنا، لأنه هم ممكن يكونوا سبب تفاعلنا مع مجموعة كتير كبيرة من الناس. إحنا قبولنا مختلف، ممكن في شغلات نتقبلها من الشخصيات، في شغلات ما نتقبلها. علاقاتنا الاجتماعية موجودة بس مستمرة، ما حدا بيضمن هالشي، لأنه ممكن يكون فيها تفاصيل صغيرة إحنا ما بنعرف كيف نتعامل مع هاي التفاصيل، أو ما بنعرف كيف نبلش نبني علاقاتنا الاجتماعية من الصفر. دائما الأشخاص اللي بتحكي لهم أنت كم شخص قدرت تبني بحياتك بيقول لك أنا قدرت أبني 2 أو 3 أو حتى 4. علاقات الاجتماعية قليلة، علاقات الاجتماعية ضعيفة. أي علاقة ممكن أمر فيها أو أدخل فيها هي ممكن تستمر لفترة وبعد فترة بتوقف. اليوم بدنا نحكي بهالفيديو عن عناصر أساسية بتساعدنا دايما لأنه علاقاتنا الاجتماعية تنجح، ولأنه دايما نكون متفاعلين اجتماعيا ونكون بشعور حالة أفضل. طبعا كتير في قواعد وكتير في أساسيات، وإذا بدنا نلتزم عليها كلها تفاصيلها كتير صغيرة. هالجزيئيات ما حندخل فيها، رح نحكي بشوية عناصر عامة بتخص العلاقات الاجتماعية أو بتخص هالموضوع. واحدة من أهم هاي العناصر بدنا نحكي عنها اليوم، عامل الناس مثل ما بتحب الناس تعاملك. كيف؟ دائما شو الأشياء اللي أنت بحاجة إلها من الأشخاص بلش اعطيها. بدك مثلا محبة اعطي محبة، بدك ثقة اعطي ثقة، بدك احترام اعطي احترام، بدك دايما الاشخاص يهتموا فيك اهتم بالاشخاص، بدك الاشخاص يعطوك سر بلش اعطي سر للاشخاص، بدك الناس تصير تدعوك تحبك اكثر، بدك تصير الناس تتفاعل اكثر تحسسك انك انت مهم اكثر، بلش حسس الاشخاص بحياتك انهم مهمين اكثر. اتفاعل مع الاشخاص، اتقرب لهم مثل ما انت بتحب انه الناس تتقرب لك. شو الطريقة اللي بتحب انك انت تفوت لحياة الاشخاص؟ فوت بنفس الطريقة، حتلاقي الاشخاص اللي انت عم تتفاعل معهم عم بيردوا عليك بنفس الطريقة اللي انت عم تتفاعل معهم، لانه اي فعل اذا ردد فعل، اذا كان الفعل ايجابي فحيعطي ردد فعل ايجابي. ثاني شغلة من اهم العناصر بالعلاقات الاجتماعية حتى تكون ناجحة، الاحترام شيء اساسي وضروري كتير لمختلف الشخصيات، بطريقة تفكيرهم، بطريقة مبادئهم بالحياة، الطريقة اللي بيعيشوا فيها. والاختلاف ممكن يعطينا مهارة أكثر، لأن نحن نقدر نميز بين الأشخاص ونعرف كل شخص كيف بحب أنه نحن نعامله. طبعاً العلاقة حتى تنجح لازم يكون فيها ثقة، وهي الثقة ما بتيجي بيوم وليلة، بدنا شوي نصبر، بدنا نعطي مساحة منيحة للعلاقة، يكون فيها تجارب، يكون فيها أسرار، يكون فيها حوارات، يكون فيها نقاشات، اختلافات، حتى يكون شوي شوي تنبنى الثقة. الثقة بتيجي مع الأيام، بس المحبة بتيجي من أول يوم. دائما لما بدك أنت تتقرب لشخص أو شخص حيتقرب لإلك، في دافع، هالدافع ما إجا عن فراغ. الدافع اللي دفعه ممكن حب الطريقة اللي أنت بتفكر فيها، حب الطريقة اللي أنت بتتعامل فيها، حب الطريقة اللي انت بتتصرف فيها او الطريقة اللي انت عايش فيها، حب صفات بشخصيتك،
حب إيجابيات موجودة فيك، حب نقاط قوة موجودة عندك، فلازم يكون شعور المحبة موجود. هالمحبة بتكون موجودة من خلال شعور نلمسه من أول ما نشوف الشخص، أو بالبدايات العلاقات نلمس شعور الود، إنك أنت بتحس حالك مقبول عند الشخص. فدائما لما الأشخاص تقبلك بتعطي فرصة لنفسك إنك أنت ممكن يكون صديقك بالمستقبل، ممكن يكون في علاقة اجتماعية ناجحة بالمستقبل. فهالمحبة لما تفرزها للناس ولما تعطي شعور المحبة للناس، أنت بتحب الأشخاص حتى لو ما بتعرفهم، حتى لو ما كان في بينك وبينهم معرفة قبل هيك، بس أنت بتحبهم بناء على إنسانيتهم، بناء على أنه هم فيهم شغلات إيجابية، فيهم شغلات منيحة، وهالشي رح يخليك شخص إيجابي ويساعدك كتير لأنك تكون قريب من علاقاتك الاجتماعية الناجحة. طبعاً أكيد كلنا بنحب نحفظ أسرارنا عن شخص معين، وحتى تستمر علاقتنا فيه وحتى العلاقة تكون ناجحة لازم هالشخص يحفظ السر. فإذا بدك علاقتك تنجح مع شخص، احفظ له سره. كتير منقدس الأشخاص اللي بيحفظوا أسرارنا، الأشياء اللي بنحكي لهم إياها، الأشياء اللي بنشاركهم إياها، تجاربنا، شغلات، مشاكلنا اللي احنا بنعيشها. أكيد بحياة كل شخص فينا في عنده شخص بيحكي له أسراره، وبيكون بمثابة صندوق الأسرار يلي بنحكي له الأول. ممكن نسمع بأي شخص عم بمر بظروف صعبة، وهذا الشيء وارد. حتى نتكون علاقتنا الاجتماعية فيه أقوى، ممكن هاي الفرصة تكون لنا حتى نكون أقرب لإله. يعني نوقف معه بمشاكله، نوقف معه بظروفه الصعبة، نوقف معه بالوقت اللي بيكون بحاجة إنه حدا يسمعه ويطبطب عليه وياخذ بإيده بهاي الأوقات، لأنه هالشي رح يساعدنا كتير حتى تكون علاقاتنا أفضل على المستوى الاجتماعي. دائما بحاجة للأشخاص الداعمين. بحياة كل حدا فينا في شخص دائما بيدعمنا نفسيا، بيدعمنا شعوريا، بحسسنا إنه نحنا في عنا شغلات إيجابية، في عنا شغلات حلوة بحياتنا، في عنا كتير أمور جيدة عم نعيشها. الدعم اللي بنسمعه من الأشخاص أو اللي بنشوفه من الأشخاص بيخلي علاقتنا فيه أفضل، فهو بيكون ممكن يكون بمثابة إنه عم بيساعدك بجانب معين، عم بيساعدك بمشكلة معينة، عم يدعمك بطريقة معينة، فهالدعم رح يخلي علاقتك فيه أفضل. دائما الأشخاص اللي بدعمونا بتلاقوهم إنه هم صاروا بالمراتب الأولى بحياتنا، ودائما كمان بنحب نتقرب من الأشخاص اللي بيكون في عندهم نصائح، في عندهم أفكار، في عندهم مهارات، في عندهم شيء يعلمونا إياه. إحنا أشخاص نحب نستفيد من بعض، وما بيكون هالشخص محتكر المعلومات أو الخبرات أو التجارب اللي موجودة بحياته أو اللي عاشها قبل هيك على نفسه. ممكن يكون عنده فرصة إنه يشاركها مع الناس، فأنت حاول تسمع، حاول تتعلم، حاول تتقرب من هاي الأشخاص، لأنه هالشي رح يساعدك إنه أنت تبني علاقاتك الاجتماعية أفضل. تشارك تجاربك، تشارك آرائك، أفكارك، تشارك شغلات أنت عشتها قبل هيك، خبرتك بمجال معين، رح يساعدك إنه يكون في عندك علاقات اجتماعية أفضل. من المهم كتير إنه دائما نحسس الشخص بأهميته بحياتنا. معظمنا صارت تنتهي علاقاته لمجرد انه يشعر انه هو بطل مهم او بطل لوجوده اهمية بحياتنا. طبعا هذا الشعور احنا لازم نغذيه كل فترة وفترة حتى نكون واعيين اجتماعيا وتكون علاقتنا الاجتماعية ناجحة. نغذي الشعور انه الشخص مهم بحياتنا. كيف؟ ممكن من خلال دعوة كل فترة وفترة، من خلال لقاء مباشر، من خلال انك انت تتذكره بمناسبات، بالاعياد، بذكرياته الشخصيه، كذكرى عيد ميلاده مثلا، كانه ذكرى بتخصه بتهمه، كانه دائما تحسسه باهميته، انه هو شخص مهم لسبب. كل شخص بحياتنا موجود وبنعتبره مهم بحياتنا، موجود ومهم لسبب، انه هو بيساعدك، بيدعمك، بيقويك، بيخليك تكون افضل، بيخليك تكون احسن، بيسمعك، بيشاركك أسراره، بيحميك، بيقويك، بيطبطب عليك. دائما هالشعور احنا بنحبه، ولأنه لما نحب هالشعور لازم نحب الشخص، وحتى نحسس الشخص انه مهم لازم دائما نكرر له
انه اهميتك بحياتي وانك انت شخص مهم بالنسبة لي. شكرا لوجودك بحياتي، سعيد جدا بمعرفتك، سعيد جدا لوقفتك معي بموقف معين، سعيد جدا لمشاركتك للمشكلة او لمشاركتك برأيك. كتير هالجمل ممكن تساعدنا اكتر نكون علاقتنا الاجتماعية افضل. طبعا المعظم ما بيهتم للأمور اللي بتكون بتخص العلاقات الاجتماعية، بس بالحقيقة الإنسان كائن اجتماعي، ولو ما بيكون هالشي موجود فيه ما حيعطيه الفرصة لأنه يتفاعل مع مجموعة من الأشخاص، ورح يكون انطوائي منعزل. ما في شخص منعزل، في شخص بتناسبه نوعية أشخاص معينة، في أشخاص ما بتناسبه نوعية أشخاص معينة. واليوم صارت شخصياتنا مختلفة كثير عن بعض، والاختلاف لازم نصير نتعامل معه بطريقة إيجابية، إنه نحن نتقبل بعض باختلافنا. الاختلاف هذا لازم يكون بيعطينا دافع لإنه نحن نكون أذكى اجتماعيا، نكون أوعى، نقدر نحاول نفهم كل أنواع وشخصيات اللي موجودة بالمجتمع اللي ممكن نتعامل معها بحياتنا. كل شخص فيه له بصمة، وما في شخص بعد ما يروح ممكن يجي شخص بداله ونعطينا نفس هاي البصمة. حبوا حالكم، حبوا الناس اللي حواليكم، كونوا اجتماعيين بالوقت اللي بطل فيه للاجتماعية معنا، كونوا اجتماعيين وحبوا الناس الوقت اللي صارت فيه الحياة سريعة وصار الشخص ما نعرف أخباره إلا عن طريق السوشيال. ديروا بالكم مع حالكم، كونوا بخير للفيديو الجاي.